او ايش في ايش في او داخل كشك جالسين او اصايص بكم او يحذر ان يتهدرون توم او مكلفين يا ابن ما منويل مش لايق علي الاسمه او اقالي بابا نويل لما داخل عدن لا اني ما منويل بابا نويل نزل لما عدن شقرني قال واو ايش ذا الجمال الحريم اللي بتغير تروح من الان اللي قالت هي وزوجها تروح من الان اني خطافه رجال داني هادركم نفسولي او ما شاء الله طاوله دسمه الطاوله دسمه الطاوله تنبئ اني ما مانويل واجي لكم بهدايا مساء الخير شيخان مساء الخير كيف حالكم اخيرا فيس تو فيس وما مانويل جايبه لكم هدايا بس هدايا من نوع اخر اتمنى تفهموني تفعيل دور المراه تحيه من خدمه قبول الاخر والتسامح هذه هدايا خدود الو محمود يا محمود معنا احنا حفل جاليه رهيب ما في زيه تعال عندنا الان محسوب انت تمام وبتنسي الو ها محمود اسمع مالك منه حفلنا احلى ايوه بيقولوا ناس معازيم مليان وتنظيمنا ما لهش حل يا ابن ايش معازم منهم 100 بيجوا 400 عندنا ولا يهمك شي صياديه ومع مطفايه كمان ولا يهمك تعال بس انت معزوم شوفه محمود شوف ذبحنا 3 كباش تعال ايش بيقع شرح ورقص لما ندور تعال ايش من شرح ايش من راقص بيجي لهم قلال كثيري عاد ببلاش مالك تغلط ايش في بو قلال كثيري كثيري ما عجبناش اصبر لا تغلط شغل اقول لك بفهم انا اطناطح وتيوس كنتوا بتقدموا حقكم انكم تيوس من قبل نذبحكم مع الثلاثه اللي داخل بخلي الرجال كمان يسوي وزر فيها سواء وزر بيان ولا كبساه لكن انتوا خليتوا الفقره المسرحيه بعد الاكل عشان اعرف اقشر من صدق بس يلا معلش خدوك عرفوني وين؟ عرفوني الشباب عرفوني اصلا نحن عقاد بعض على حلاوه خدوك اسمعي معنا حفل رهيب أنا بين مالك منه تعالي حفلنا حلا أقول لك بيجي عندنا حلا أحسن ممثل هنا اسمعي بيجي عندنا عدنان الخضر بيقع ضحك للركب لا كذب عدنان شلينا 2000 بس أو تناتعوبي ما عاد درينا ايش نسوي خلاص اختلفوا لكن اختلفوا كذا باحترام حلو معك حفل بنجي معك كلنا احنا اخوان هدف واحد او بنجلس كذا نتقسم لافين الاختلاف حلو اختلاف حلو بس مشكله مش منعتعه او لافين انا سيبك من الحفلات دي طمنينا على الاخبار اللي بعدها طمنونا عن الحال غبت والعالم الله عدن جيب لي كرسي ابو ياسر جيب كرسي انا في عيالك فقدنا العدن كثير يا خدوك عدن بخير اشي عرف المواضيع اللي بعدن كامل ايش مواضيع الكهرباء والمي يعني او بتسالوني على عدن والفيسبوك جنبكم بتقري فيسبوك بتروح بتدور الناس كلها تبعبيع الناس كلها تلعلع مالك من الفيسبوك مش ناس نحن من ارض الواقع تشي من ارض الواقع بعدين كلهم هلاسين بالفيسبوك مش واحد تمام تشيني اوصل لك اخبار عدن كده من ارض الواقع طب اقرب لي انت تبع مين خلاص تقدم بأذني بنت 4 أيام لك أنا من فين وانت تبع مين تاكل شاورما بأذني وأنا الصراحة ما ينفعش أقول وضع عدم قدامكم الاثنين بس سوي خبيط أقفز جبالي ميواني في ده ولا يهمي يلا هاي خليني ايش تسأل وأبي ايش تفهم ايش الكهرباء يقولون عن تطفيه الصيم مش عارف ايش الكهرباء خلصت ديامنا ايش الكهرباء
أنا أتوقع إنه ما عاد فيش كهرباء من يو أنا من عمر 14 ما تكونش إنه في كهرباء داخل عندنا. والمي إيش المي؟ أنا من اليوم قلت لي أكثر من 3-4-5 سنين أتيمم. الله يحب أن تطر وخاصه أنا أتيمم حتى الضمام عاد ضميش أتيمم كده على حسب الجدار. إذا كان إني خلاص شربت مي. هذه الدرجة خدوم. أو إيش أقول لك ولا إيش؟ لكن الله بيقصف أعمارهم اللي وصلوا إحنا لهذه الحال. الله بيقصف أعمارهم. آمين. دنيا ودي. المي. أني بدالك. كنتوا تكلموا على الخدمات بعد ما سمعت إيش قلتوا؟ أيوة أسمع قوعت ضربني الخبخوب روح جيب شاورما ولا حاجة أني بدالك. تمام. ولا جيب لي مراكم اللي سووا لنا الكبدة ولا الطهاش والكبدة وأنا ما هلانيش داخل المطبخ. إيش الكهرباء؟ ملا يا ربي ولا تغمز. ما شاء الله 24 ساعة دارك. أنا سقعت. أنا شخصيا كامرأة سقوعة سقعت. أنا طفيت كل الأجهزة خلاص. أنا يعني الأجهزة بتموت علينا من كثرة الكهرباء. المي مناقص اللي يوصلوا لك مي مقطر مي زمزم لما دخلت البيت. إيش لو أقول لك الإنترنت نحن ماشيين على تقنية الفايف إف. 5G قصدك 5G. هذا انتم في اوروبا المتخلفين تستخدموا ال 5G. نحن 5F حقنا F عليك وعلى اهلك. كده حقنا الانترنت. يتفل تقول جاهل قنوح لابقهاك. قوي. لكن انا بصراحه اشيد باللي حاصل في عدن. انا صراحه ربي ينصرهم ويربي ان شاء الله كده. هاي يا ربي خليهم فوق ريوسهم. امين. جبت لك شاورما مكشده. انا بزهلك. كنتوا ايش على ايش كنتوا تتكلموا على مستحيل يعني خلاص صح انا فهمت من الاول. طب فهمينا كيف جيت انت يا خطوة. كيف جيت سباحه هاجره يعني جيت ما تشوفش المايو. اجيت انا كيف جيت يعني كيف الخدمات الملاحه البحريه والجويه لا الجويه ايوه الجويه والملاحه حاجه دي بتقول يعني يكلموا على الطيران بعدين. اسمع في محطه هنا اسمها باغبس في باب تومبول روح فز جبل تومبول اللي بدالك حالي باكل سوكا داخل فرنسا. ايش وضعك يا خدوك؟ الحمد لله راح. ايش اقول لك ولا ايش؟ ايش ولا ايش ولا ايش؟ اجيت بطياره ايش اسمها طياره؟ اني لما اطلع الطياره هذه ما ادعيش دعاء الدابه ولا الركوب ادعي دعاء الخبط دعاء الحمام دعاء زربه الدين لا كراسي لموظفين. وبعدين الرحله اللي انا اجيتها انت داري من متى حاجزها له؟ من شباط 2016 شبطوا حواكبك انت وهم لا اكل. ايش دخلنا انا؟ يعني قعقعوني 16 مره اطلع لفوق الطياره قالوا ها اسفين ما فيش مقاعد وشلوا لنا اهلهم وجيرانهم. طلعت الطياره ثاني مره قالوا ها اسفين ده مش مكانك هناك مكانك. لما نقلوني من بدايه الطياره لما نهايتها اخر مره تعلق بالقزوز وجيت. امانه الوضع رمه صدق الوضع رمه. ربي ان شاء الله يجازيه بالعيال. هذا اللي سوى لك احنا كذا داخلت الوضع داخلت البناء. خدوك ابو تنبل مبند. كنتوا تتكلموا على ايش؟ على الطيران ولا على شيء؟ على الطيران. وسالك انا ما سمعت. هي نفس المحطه حق باغ بس اللي بدي اجلس فيه 4 ساعات عشان اشرح له. جيب لي فول من عند الهنود هيا نبدا لك. لي 4 شهور ما اشوفش الفول. مسافره من جابوتي اجيت. ايش الطيران؟ أنا مندهنة. إيش الطيران؟ أنا بس فكرت إلا فكرت. أول أمس قلت خلاص أنا لازم أروح باريس. لازم. دقيت كده بس إلا على الحجز. أجت لي هوليكوبتر تنقلني من البيت. طيران لوكس إيش 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 أمانة على كل على كل مسافر في 4 مضيفات. تنتين يمينك تنتين يسارك يدالوبك كده مدالة. إيش الطيران حقنا؟ إيش المطار حق عدن؟ كبير 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 قسيت 40 أنا من الربوع شو مطبرة هناك كانت. أجت له شاردوغان قلت ايش ضيق؟ اولا لا سيكواسا ارطنطنهم ايش ولا هو حاجه امان المطاش الطيارات اكثر من 2 مليون سائح داخل البلاد. اوف يا رب سامحني. ايش يا ما اقول لكش مطار اتاتورك مش زي حقنا المطار نشيد. طورنا تطمن ان شاء الله. انا بدعي لهم يا رب سدد خطاهم الناس اللي ماسكين البلاد يا رب سدد خطاهم. الصراحه البلاد و... امين. ايش الصوت يا خدوك ما لقيتش طلباتك زادت وما لقيتش انا أشفهم ايوه أشفهم انا موضع البلاد بالامن ايوه كلمني على الامن.
خلاص انت صرف فيه كمان خلاص اقوم اطبعكم بيداتي اليمين واليسار وانتم عارفين ايش استخدامات اليسار لا 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 حياكم لا ايوه